ناري راه مسطي ما يمكنش داك الشيء راه ما بقاش نعاود ناري عفشي عشت الرعب بالليل عشت واحد الخلعه تذكري حياتك ومنعش وتنفكر وخاصني نخدم على واحد الخدمه باش ندخل الاموال الطائله وخاصني نلقى دي تيتر باش نكوميرسياليزي هذيك الخدمه وتندير هاه وتلقى ماشي شنو وكنت غنحماق وغنتسطى ميمكنش شنو دار ليا ميمكنش مشاكل اختي عندي انا مشاكل عرفتي تنبقى نقول كون همت صافي عرفتي شنو راه شي حوايج تيبقاو يطرو ليا بحال شي عايشه فشي كوشمار داك الصبر نري تعرفتي تبقاي ديري بنادم خاطر واو تنصبر لان باقي عندي التزامات وكنهضر نمشي عندهم للجبال وعليه جيتي عرفتي كون ما جاش راني باقا هادشي واو 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 بزاف اون فيدا مخشيت ديال ليا تحتني قدام الامر الواقع هانتي جيتي المغرب هو كيقول لك ما تجيش انا جيت هو دابا كل سيمانه جاي يلا مشى ديك السيمانه دابا كاين الفرق ما بين بنادم تيبغيك وتيحترمك وداكشي وكاين بنادم اللي تيملكك تيقول انت يا سي تانوب جي عنده البارح مع الجوج شكون عندي في الجولف انا تنترعد وداك تنساري وصلت مع الجوج ولعبت لعبت واعر لعبت خطير وشي بقى يقول لي شفتي كيفاش تلعبي شتي شحال لعب وانا تنبقى تنقول يا ربي تسالي هاد لابارتي باش نمشي وسيري للدار وبدلي ولبسي ميني ولبسي كسوان قصبة وخرجي والناس يتلاقاو معاك تلاقاو معايا الدراري في الريستورا وليت حشمانة نصور